مدبولي يوجه باستكمال المشاورات مع بنك الاستثمار الأوروبي بشأن تفاصيل برامج التمويل الجديدة. البورصات الصينية تغلق على أسوأ انخفاض لها منذ 5 سنوات بسبب المخاوف من التأثير الاقتصادي لفيروس كورونا. التضخم في تركيا يواصل الصعود للشهر الثالث على التوالي ويسجل 12.15% في يناير. مشاهدينا، هذه نشرة الاقتصاد المفصلة تأتيكم من نيل الأخبار، أهلا بكم. أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اهتمام مصر خلال المرحلة القادمة بتعزيز التعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي في قطاعات المياه، سواء تحلية مياه البحر أو معالجة مياه الصرف الصحية، بالإضافة إلى النقل والتعليم والصحة. وخلال لقائه مع مدير عملية التمويل لدول الجوار الأوروبية ببنك الاستثمار الأوروبي، أشار مدبولي إلى أهمية المشروعات الجاري تنفيذها في إطار محفظة التمويل الحالية والتي تقترب من 2 مليار يورو. ووجه رئيس الوزراء وزارة التعاون الدولية باستكمال المشاورات الجارية مع بنك الاستثمار الأوروبي من أجل الاتفاق حول تفاصيل برامج التمويل الجديدة. وقع وزير المالية محمد معيط ووزير التجارة والصناعة نبيل جامع مع ممثلي 31 شركة مصدرة محلية وأجنبية اتفاقيات تسوية للمستحقات المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات. الاتفاق يأتي تنفيذا للمبادرة التي أقرتها الحكومة للشركات التي لديها خطط توسيعية لزيادة استثماراتها وأنشطتها الصناعية وقدراتها الإنتاجية، والتي تقضي بتسوية الحكومة للمستحقات المتأخرة للشركات المصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات، على أن تلتزم الشركات بضخ استثمارات وإنشاء وحدات إنتاجية جديدة والتوسع في خطوط الإنتاج وزيادة الطاقة الإنتاجية. أكدت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات زيادة صادرات مصر غير البترولية خلال العام الماضي بنحو 347 مليون دولار لتبلغ 25.49 مليار دولار. وأوضحت الهيئة أن حجم صادرات مصر غير البترولية بلغت خلال شهر ديسمبر الماضي 226 مليار دولار، منوهة بزيادة صادرات عدد من المجالس التصديرية خلال ديسمبر الماضي، أبرزها المجلس التصديري للصناعات الغذائية والمجلس التصديري لمواد البناء. استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري خلال التعاملات اليوم في عدد من البنوك العاملة في مصر. وطبقا لآخر تحديث، استقرت أسعار صرف الدولار في البنك الأهلي المصري وبنك مصر ليسجل 15 جنيها و75 قرشا للشراء و15 جنيها و85 قرشا للبيع. ويتحدد سعر الصرف في البنوك المصرية وفقا لآلية العرض والطلب التي بدأت مع تحرير سعر الصرف في الثالث من نوفمبر 2016. أعلنت رئيسة الشركة المصرية لنقل الكهرباء صباح مشالي توقيع عقود الربط الكهربائي مع السعودية في 30 من مايو القادم، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتداول الطاقة. وأضافت مشالي أن مشروع خط الربط المصري السعودية يتضمن خطوطا هوائية في البلدين وكابل بحري في خليج العقبة، بالإضافة إلى محطات تحويل في الجانبين، وذلك لتبادل نحو 3000 ميجا وات بين البلدين. وأشارت إلى سعي وزارة الكهرباء إلى الربط الكهربائي مع أوروبا من خلال قبرص، مضيفة أنه يتم حاليا دراسة مشروع تقدم به أحد المستثمرين القبارصة في هذا المجال. انخفضت مؤشرات البورصة المصرية خلال تعاملات اليوم، وانخفض مؤشر البورصة الرئيسي HX30 بنسبة 1%، وانخفض مؤشر HX70 بنسبة 0.03%، وهبط مؤشر HX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.10% خلال التعاملات.
وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في اجتماع برئاسة وزير الإسكان عاصم الجزار على مشاركة المطورين العقاريين في إنشاء الوحدات السكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي بالمدن الجديدة. ونصت الموافقة على إبرام اتفاق طارئ بين صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتحديد آلية التعامل مع جهتين داخل قطعة الأرض الواحدة وتحديد مسؤولية كل جهة. وقعت وزيرة البيئة ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي ومحافظ القليوبية بروتوكولي تعاون بشأن تشجير مدينتي الخنكة وأبو زعبل بالقليوبية، فضلا عن توريد شتلات شجر لزراعة بيت القاهرة ووزارة البيئة بالمعادن. متابعة. والله ده يبقى شيء جميل جدا لما الانسان كده يعني يفتح باب بيته او شباك بيته يلاقي كده منظر جميل، خضره ومناظر كويسه، ده حتى بتبقى راحه نفسيه. بهذه الكلمات عبر المواطنون عن اهميه التشجير في الاحياء وبخاصه في المناطق الشعبيه والصناعيه ايضا، مطالبين بزياده الرقعه الخضراء من اجل بيئه نظيفه. فاحنا بنتكلم دلوقتي لما نلاقي شجر نظيف وحاجه نظيفه، انا طالع من بيت الاقي حاجه نظيفه في وشي، لما يجي لي حد ضيف غريب من بره هيقول اه ده بص عاملين ايه، بص النظافه، بص الحلاوه، لكن غير ما نيجي نقول نلاقي الزباله ونلاقي الشجر ونلاقي الدنيا ميته، فده حرام. فاحنا بنشكر الرز دلوقتي في عربه ميه بتيجي تمر على الاشجارات طول النهار، تفضل تسقي في الشجر وبتسقي في الزرع وبتسقي في الدنيا. لا اتمنى في كل الشوارع تبقى نظافه وحاجات حلوه يعني. ولهذا جاء البروتوكول الذي وقعه كل من وزيري الزراعه واستصلاح الاراضي ووزيره الدوله لشؤون البيئه مع محافظ القليوبيه ضمن مبادره اتحضر للاخضر. البروتوكول يستهدف تشجير مدينه الخنكه الصناعيه لتخفيض نسب التلوث بها. منطقة الخنكة وأبو زعبل في القليوبية، المنطقة دي فيها نسب تلوث عالية، ولكن المسار الأسرع والأقصر إن احنا نشتغل بيه هو إن احنا ننزل بمجموعة كبيرة من الأشجار، آلاف الأشجار في هذه المنطقة عشان تحسن من نوعية الهواء وكذلك الخفض للانبعاثات. وهناك طبعا مسار طويل في توفيق الأوضاع بتاعة المصانع اللي موجودة هناك، ولكن ده هياخد وقت سنتين ثلاثة عشان بيحتاج تمويل، بيحتاج تكنولوجيات خاصة، وهيكون وإحنا شغالين على دون دلوقتي مع معالي المحافظ وشغالين كمان على بعض المقترحات في منطقة العكرشة مع أحد شركاء التنمية. هي وزارة الزراعة بتضع كل إمكانياتها في سبيل نشر مسألة التشجير وإن احنا نحاول إن احنا نخلي بيئة يعني صحية وبتمتص الانبعاثات. احنا إن شاء الله بنتعاون في سبيل إن احنا نرفع مستوى التشجير هناك بحيث إن احنا نحاول خلق مناخ صحي. وزارة الزراعة من خلال كل إمكانياتها بتقدم كل المساعدات لأي جهة بتحتاج هذا الدعم. احنا بادئين ان شاء الله في الخنكه وابو زعبل، لكن طبعا ان شاء الله هنستمر في كل الاماكن اللي محتاجه هناك، خاصه على الطرق السريعه والمداخل والمخارج بتاعه المراكز كلها في المحافظه ان شاء الله. جهود حثيثه من وزاره الدوله لشؤون البيئه لتنفيذ المبادره الرئاسيه اتحضر للاخضر التي يسعى القائمين عليها نشر ثقافه الوعي البيئي وترشيد الموارد البشريه من اجل حياه كريمه لكل المواطنين. فالبيئة حياة. نمت أنشطة المصانع الصينية بأبطأ وتيرة في 5 أشهر في يناير، وذلك مع تنامي المخاطر التي تواجه ثاني أكبر اقتصاد في العالم بفعل انتشار الفيروس التاجي. وتراجع مؤشر كايشين ماركت لمدير مشتريات قطاع الصناعات التحويلية إلى 51.1 من 51.5 في ديسمبر، لكنه ظل فوق مستوى 50 الفاصل بين النمو والانكماش للشهر السادس على التوالي. وتراجعت طلبيات التصدير الجديدة إلى نطاق الانكماش بعد نمو 3 أشهر، وتباطأ الانتاج الإجمالي وإجمالي طلبيات التوريد الجديدة، لكنهما ظلا في منطقة النمو. أغلقت بورصة الصين على تراجع تجاوز 7% في أسوأ انخفاض يومي منذ صيف 2005 في أسواق تسودها حالة ذعر من وباء فيروس كورونا المستجد. وتراجع مؤشر بورصة شنغهاي 7.72%، بينما انخفضت سوق المال في شنزن ثاني بورصة في الصين
8.41% في أول جلسة لهما بعد فترة توقف طويلة بسبب عطلة رأس السنة القمرية. وتسببت المخاوف من انتشار فيروس كورونا وأثره الاقتصادي في موجة بيع ليتكبد المؤشر الرئيسي خسائر بلغت 420 مليار دولار. تراجعت أسعار خام برنت لأقل مستوياتها فيما يزيد على عام، وذلك نتيجة المخاوف من تراجع الطلب في الصين أكبر مستورد للنفط في العالم في أعقاب تفشي فيروس كورونا. وانخفض خام القياس الأوروبي مزيج برنت 18 سنتا إلى 56.44 دولار للبرميل، وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكية 10 سنتات إلى 51.66 دولارا للبرميل. أعلن معهد الإحصاء التركي ارتفاع تضخم أسعار المستهلكين في تركيا إلى 15.15% على أساس سنوي في يناير، مواصلا الصعود للشهر الثالث على التوالي. وزادت أسعار المستهلكين 1.35% عن الشهر السابق في يناير، بينما كان من المتوقع ارتفاعها 0.1%. وارتفع مؤشر أسعار المنتجين 1.84% عن الشهر السابق في يناير، لتصل الزيادة السنوية إلى 8.84%. مشاهدينا، نهاية النشرة، تذكرة بالعناوين. مدبولي يوجه باستكمال المشاورات مع بنك الاستثمار الأوروبي بشأن برامج التمويل الجديدة. البورصات الصينية تغلق على أسوأ انخفاض لها منذ 5 سنوات بسبب المخاوف من التأثير الاقتصادي لفيروس كورونا. والتضخم في تركيا يواصل الصعود للشهر الثالث على التوالي ويسجل 12.15% في يناير. مشاهدينا، انتهت النشرة، شكرا لطيب المتابعة.